خبر يا استاذ جمال برضو ان محمد صلاح، بالمناسبه لان محمد صلاح كلام مهم جدا. محمد انا بحس بكده، ما اعرفش حضراتكم برضو تحسوا بالكلام ده احسن مني. محمد انا بحس ان هو مثقل بحاجات كثيره جدا، هو ليه؟ يعني انا لما بشوفه بيلعب في ليفربول بحس ان هو اخف من كده. ايوه بس هو الواقع بيقول ايه؟ إن لازم نتفق. انا بس عايز اقول لكم حاجه بس عشان الجمهور اللي بيحترمنا ده، منتخب مصر مش مصر، مصر لا تنهزم ولا وكسة المصريين، هي وكسة الكرة لو اتغلبوا اللي هو طبعًا. هي هم يعني اذا لم نفوز وكله باذن الله، عشان ما حدش يقول لك قول ان شاء الله، طبعا ان شاء الله ما حدش يعمل لنا مشكله مع رب العباد في بتوع الكرة دول. الاهم من ده اذا لم نفوز الخطا بداخلنا، هؤلاء لا يصلحوا ان هم يبقوا منتخب مصر ببساطه شديده، لان انا اعمل ايه اكتر من ان كل الامكانيات مدعوه. طيب يا راجل في واحد في العالم تقول له انت رايح فين بكره الصبح، يقول لك انا رايح الكاميرون وراجع. لا عشان نقول يشجع بقى دي تحصل في العالم عشان النوادر يا استاذ جمال، عشان نتكلم كلام برضو مهم جدا، كلام برضو اللي هو الواقعي، ان احنا مش بنقول الكلام ده بعد لا قدر الله ما خرجنا. واقوله ليه بقى؟ انا بقوله امل. أيوة كل امل وعشم وعارف قدراته. في انا عايز اخد بس مثال من مش قصه محترفين ولا محليين محترفين او محترفين في الخارج ومحترفين في الداخل. التجربه مع كابتن حسن شحاته في 2006 كانوا كلهم لعيبه محليين، بس يعني هو الراجل كمدرب كان ناجح جدا ومدي فرصه مساحه حركه للعيبه انها تطلع اللي عندها. يعني انا بحس ان يعني كيروش مع كل الاحترام اللي مش هيعمل هيبقى بره، يعني بحس كده انك هتلعب. هو في حد عمل؟ لا يعني ان انت هتلعب، لا ان انت مثلا مفروض ان انت بتلعب راس حربه، لا هلاعبك جناح، واذا ما لعبتش بره تحس ان في حاله من الرعب حتى عند اللاعب ان هو يطلع اللي عنده. ما هو برضه ده ما ينفعش يعني جوه الملعب برضه يا استاذ جمال. معلش محمد تحديدا محمد صلاح، لانه مهم جدا الكلام اللي الاستاذ عصام قاله، وهو محمد محور محمد انا بحس دايما ان هو مثقل يعني. بس انا مش عايز برضه، معلش يا كابتن اسلام، لا لا قول لي رايك. انا مش عايز ان احنا نختصر، ده وجهه نظري، نختصر المنتخب في محمد صلاح. من الارجنتين يا استاذ جمال بتختصر المنتخب. ما هو عشان كده مثلا يا فندم برشلونه لما كانت مختصره في ميسي انت شفتها ايه اللي حصل؟ لا انا عشان ما نضيعش وقت، الاداره الفاشله اللي قبل دي فضلت ما بتجددش دم الفريق. انا بس عشان ايه؟ لا انا عايز اكمل منتخبات بتقودها نجوم كبار هم اللي بيقدروا يعملوا. انا ده قصدي، انا عايز بس اكمل الفكره. محمد صلاح دوره ومكانته لا غنى عنها، ومحدش فينا هيقدر يضيف الى المميزات او المكانه طبعًا اللي فيها محمد صلاح. بس كمان من ضمن الحاجات اللي بتثقل المهمه زي ما حضرتك قلت، انت لسه بتقول ايه؟ بتحس ان محمد صلاح تكون مثقل باعباء، لان احنا كلنا والناس كلها محملاه هو لوحده المسؤوليه، علما بانه هو مجرد بكل امكانياته. لكن هو ليه مع ليفربول متفوق ومتألق ومنتج؟ لأنه معاه فريق كامل، هو ده اللي بيوصله للإبداع اللي احنا بنتفرج عليه. انت بتقول ان انه مش معاه منتخب بالظبط كده. انا بس انت بتقول ان هو مش فداعي. ايوه عشان الكلام كله. تعال بقى على كلامك ده. طب ما انا بس هكملها وعلق. انا اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان احنا لازم نتعامل مع المنتخب على انه فريق زي اي فريق، نادي متكامل، فريق كامل متكامل. ما ينفعش ان انا اتعامل معاه على انه مثلا ابو تريكه في الاهلي بس مثلا. لا، ما كانش ابو تريكه لوحده. لو ابو تريكه مش معاه فرقه متكامله، نفس الشيء في الاجيال اللي قبل كده. يعني ارجع بقى لورا، انت كده دخلت في سيستم تاني. الاهلي مثلا يا جماعه، انا بتكلم على انه كل واحد من ال 11 لعيب اللي موجودين يبقى له دوره، ومؤمن ان دوره ده مهم جدا. يعني هو ده مش موجود يا استاذ محمد؟ لا مش موجود. بص عاوز اقول لك على حاجه. الاستاذ جمال ضرب كذا مثلا. بص محمد صلاح، الناس عندها قناعات من جوه كان نفسها تشوف محمد صلاح هو اللي شايل الفرقه. يعني ايه؟ هو اللي شايل المنتخب، هو الشخصيه، هو اللي بيتحرك. يعني هو الحماس عنده مش هو على ما يبدو القطر، يعني على ما يبدو طبيعته الشخصيه
صدمت البعض، ما فيش الروح والقوة اللي واقفة. محمد لاعب كبير ما حدش يقدر يختلف عنه، ولا أنا ولا أي حد يقدر يقلل، وبرضه ليه دور مع المنتخب. ولما اجي اتكلم عن الماتش اللي فات اقول عمل كام كوره وكم فرصه، برضه اللعيب برضه ما اهدروه، لو جم كان اتقال محمد صلاح هو عمل كام اسيست اكثر من رائع في المباراه اللي فاتت. لكن هو المصريين عاوزين ايه؟ عاوزين حد يكون عنده الروح القويه والانفعال والتفاعل ووقف ويدخل مع الحكام ويتكلم مع اللعيبه ويشدهم بصوره اكبر. العناصر اللي موجوده عناصر جيده، ما هي دي افضل عناصر الموجوده عندك. المدرب الفني ليه فكر غير بقى يشيل جنب يمين شمال مش شمال حاجه، هو يتحملها هو واللي معاه. لكن انت المساله الجماعيه لما تيجي فريق زي النادي الاهلي، الاهلي بيلعب في الكل، الكل اسم الاهلي، لا يوجد نجم. ما هو ده اللي احنا بنقوله. لا ما انا صح، انت لا انا بقول دي محمد صلاح النجم، لكن يجب ان يكون اقوى من المنتخب. تيم هجوميته اقوى من المنتخب سكواد، يعني باللغه الجديده يعني هو تيم. ماشي، لا جوه هو نجم، النجم التيم، نجم التيم. البعض ربما يبدو ده مش موجود في المنتخب. ما انا بكلمك، لا هو نجم التيم. هو النجم. البعض يا كابتن اسلام من اللعيبه ربما يرى الفرصه والحاجات اللي بتصنع لمحمد صلاح ممكن تصير عند البعض برضو، شايفين المسائل مثلا فيها اوفر. زي مثلا ايه؟ لا اللقطه كذا لقطه اللي اتحصلوا في تصفيات افريقيا، يعني مثلا المباراه انتهت لما ينزل اثنين بودي جارد ياخدوه ويطلع بيه، برضو احنا ما شفناش مع دروجبا، يعني ما شفناش مع دروجبا، ما شفناش مع صابون ايتو، ما شفناش مع الناس دي ليه ولا دلوقتي؟ لا لا ليه يعني ما شفناش مع منين؟ يعني في لا التعامل، يعني عايز اقول لك انا كراجل كصحفي، ليه انت عامل حاجز ليه؟ مين يعني؟ محمد صلاح انت عامل حاجز ليه؟ مش متفاعل يعني؟ مش يعني مثلا كنا مثلا في معسكر منتخب كاس العالم في روسيا، لا عامل حاجز ممنوع تقرب. ايوه لما الطلب كذا لا ممنوع، بس دي اجراءات. ما تتكلمش، تتكلم مع اي حد ده ممنوع. يعني عايز اقول لك ايه؟ بس انا عاوز اقول لك ايه، الناس عندها قناعات ونفسها انه محمد يكون الاداء بتاعه مع ليفربول مع اداء المنتخب. لا يا جماعه عشان تكون واقعيين، لا المساله المسافه بعيده. لكن كم عدا احنا بقى لنا دلوقتي اهو 10 دقائق تقريبا بنتكلم في هذا الامر. ما انا بقول لك اهو 9 او 11 دقيقه منهم، من 10 دقائق دول بنتكلم عن محمد صلاح. انا بكلمك هو ما حدش ينكر دوره يا كابتن اسلام. هي الفكره كلها ايه؟ انا عشان كده بقول محمد صلاح ده طلعوا من الحزبه بتاعت ان هو المسؤول لوحده لو 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 تعاملنا مع المنتخب. هو عليه مسؤوليه كبرى بالظبط. انا عايز اسمع كان يبقى ليه دور، كان مفترض محمد صلاح، والله ما بنكره، مفترض محمد صلاح يكون ليه دور اكبر من كده، وهو اللي يسعى يعمل كده. انا بعتبر محمد صلاح هو الجرار اللي بيجر القطر، ماشي، يجر الفرقه، يشيل الفرقه، يصنع فرق معاك. هو لما صنعش فرق، ما هو لو بقى زي حد زي يعني في ليفربول محمد صلاح لاعب معاه 11 لاعب، لا حتى في يكاد يقترب كتير منهم، معاه اللعيبه يكاد يقتربوا منه اللعيبه يعني، او ال 11 لاعب كلهم مستواهم قريبه من بعضهم زي ما اقصد يعني. المفترض محمد صلاح لما يجي هنا حتى لو في فوارق بينه وبين اللعيبه اللي في منتخب مصر، ان هو يجر منتخب مصر، ان هو ياخد بايد منتخب مصر، ان هو يصنع الفرق مع منتخب مصر، ان هو ينزل لمستوى منتخب مصر وياخد ويصعد بيه للاعلى. ممكن اقول حاجه في النقطه دي؟ اتفضل. انا بشوف ان محمد صلاح وما اعرفش انا في الكوره فنيه ان محمد صلاح مجرد ان هو ياخد عين اثنين او ثلاثه من اللعيبه من اللاعبين طبعا بيسهل لزمايله، بيسهل للاخرين طبعا. يعني بمعنى ان انا ممكن محمد صلاح هو اللي بيلعب ناحيه اليمين فكل العيون رايحه عليه، لكن انا ممكن لو مرموش كويس مثلا، او لو رمضان مصطفى اللي بيلعب محمد، او مصطفى محمد او بتاع، وحد في نص الملعب عنده الباس بتاعه كويس، العب الاثنين دول او العب على الاثنين دول ينجحوني، وبالتالي محمد مش هيبان ان هو كويس ابدا، لانه انا بنجح من خلال التاني. بس انت جبت له دور، جبت له دور ودور مهم، لان هو ده الدور بتاعه. أيوة انا بشوف كده في الملعب كفني. احنا شفنا ده في ماتش ليبيا، في ماتش ليبيا لما مرموش جاب الجون. لكن ده ما هو ده برضه المدرب المفروض يشتغل على ده ويدينا ده، لكن تحس المدرب برضه ما بيشتغلش ده وما بيشتغلش برضه بشكل كويس. بس أوسي خلي بالك، انت من فترات كده كنت لما تقول محمد صلاح في السوشيال كل الناس تحذرك انك تجيب سيرته. امبارح انا بقول حاجه، يعني انا ما احبش صلاح يبقى ده حتى لو 1% يقول لك يا عم هو عمل لنا ايه، يا عم ده مش عايز يعمل لنا حاجه. انا قلقان على صلاح من الموقف ده من بني وطنه في الوقت اللي انا عارف فيه انه اشد وطنيه من اي حد الحقيقه، ويعني ويريد ان لكن ما هي فكره انك تقدم في ملعب الكره اوسا صلاح فكره طيبه جدا وبسيطه جدا، ان تؤدي فالناس تلاقيك بتعمل تاكلينج مره، تلاقيك بتتكلم مع زميلك مره، تلاقيك جرار زي ما انت قلت. لا ده انت كابتن التيم كمان،
في مهمات أنا لازم. انا ممكن اقول حاجه في النقطه دي برضو، هي معرفه من بعض الموجودين هناك ان محمد بيعمل اجتماعات شبه يوميه مع معظم اللي دي حاجات اخبار معلومات مش مش ده بعد ماتش السودان. لا لا من اول اللي انا عارفه دوره ككابتن يعني دوره ككابتن بيعمله وبعدين بيعمل ايه وبيجيبه وبيتكلم والبلد والمصر وبنعمل وبنخلي وبنسوي وبتاع. على فكره اي حد فينا اي حد في المجموعه اللي قاعده يقدر عنده أربع أو خمس إن ما كانش أكتر مصادر موجودة هناك يقدر يعرف الكلام ده صح ولا غلط، وأكيد ده بيتم يعني خلاص ككابتن لازم بالظبط كده. فهو ككابتن تيم بيؤدي ما هو عليه دي معلومة بيؤدي، مش معرفش بقى بيؤديه إزاي يعني لكن هو بيقوم يقعد مع اللعيبة وبيجمع اللعيبة كل شوية وبيصلوا وبيقروا قرآن وبيعملوا كل الكلام من شان هيك بقى. عشان كده من شان هيك حلوة دي يا عصام طبعا من شان هيك عشان كده دي لبناني ولا عشان كده أنا بقول إن المسألة لا يجب أن نختصرها ونحملها لمحمد صلاح. لا لا ما حصلش على فكرة ولا بنجلده ولا بنحاكمه بالصحيح، مش بقول الترابيزة أمانين أنا مش بقول على المائدة بتاعتهم، أنا بتكلم على الناس. هل حضراتكم شفتوا محمد صلاح مان أوف ذا ماتش في الثلاث ماتشات؟ في ماتش واحد فيهم لا مان أوف ذا ماتش بالنسبة اللي يعني. فاز بيه تمام لكن مان أوف ذا ماتش يعني الدنيا اتكسرت لأن محمد صلاح وسع للفرقه فنيا بقى وده قدر محترف لما يوصف فني وبالنسبة الشناوي هو اللي طلع احسن لاعب عندك طيب الشناوي لان انت قول لي طيب نختار لعيبه غير دول ولا نترك لصلاح مهم الاختيار طريقه انا مش شايف اصلا طريقه اللعب اداء انت بعد ما نيجيريا تقدمت عليك في الدقيقه كام 13 الدقيقه 13 عملت ايه عملت ايه بعدها انا ولا صلاح لا الفريق انا ولا كروش السكواد عمل ايه بعد الجون بتاع نيجيريا ولا شفت تونس ولا عمل حاجه انت بتلعب في نص باص باص بالظبط ازاي وتحرك وبعدين انت ممكن جدا ممكن جدا ما تهاجمش 500 مره في الماتش بس تهاجم هجمتين او هجمه واحده وتجيب جون وتقعد بالظبط وتريح.